حنروح على الدعم النفسي، وشو هي التقنيات المتبعة حسب الفئات المستهدفة مع اختصاصية الدعم النفسي؟ كلودا رجب، صباحك يا كلودا. صباح الفل، يسعد صباحك. صباحكم. يسعد صباحك. هي خلينا نحن نبدأ بالدعم، فصباح دعم نفسي تماما. صباح الطاقة الحلوة، صباح الطاقة الإيجابية. يعني نحن هلا مشاهدين بيقولوا إنه في ضغوطات نحن هلا هيك عم نعيشها، بس نحن مهم إنه نحكي عن هذا الموضوع، عن الطاقة، لنقدر نخفف هيك شوي عن حالنا. فبداية خلينا نحكي عن الدعم النفسي. ما هو مفهوم الدعم النفسي كمفهوم؟ تمام. هيك مبسط خلينا نعرفه، تفضلي. تمام. هلا بالمجمل وبالشكل المتعارف عليه، الدعم النفسي هو مجموعة من الخدمات. تمام. هاي الخدمات ممكن تكون مقدمة بشكل عام للمجتمع المحلي، وبشكل خاص للأفراد اللي هنن جزء من هذا المجتمع المحلي. خدمات هي الشخص بيكون بحاجتها. طبعا كمان بيكون الدعم النفسي بعدة برامج، اللي هي برامج وقائية، برامج نمائية، برامج علاجية. هي هدول البرامج هن حاجة كل مجتمع، بس بالشكل الأدق نحن فينا نوصف الدعم النفسي إنه هو القدرة على الوصول للصحة أو الرفاه النفسي الجيد. تمام. الرفاه النفسي ما هو الرفاهية اللي نحن بنعرفها. الرفاه النفسي هو الوصول للصحة المتكاملة، يعني صحة بدنية، صحة نفسية، صحة اجتماعية، وصحة إدراكية جيدة، بالإضافة إلى أنه هذا الشخص يكون قادر على لعب دور اجتماعي جيد، يعني الشعور بالأمان، الشعور بالأمل، الشعور بالحماس، أنه هذا الشخص يكون حاسس حاله متقبل، أو شخص أنه محب أو محبوب بهذا المجتمع اللي هو فيه. يعني نحن لما بنيجي بنحكي على هرم الاحتياجات، لما بدنا نساعد أي شخص، لحتى هو إنه شخص هو عم بيعاني من مشكلة معينة، أو كان شخص متعرض لضغوط أو متعرض لأي كارثة أو أزمة، طبعاً بحكم الأزمة اللي نحن تعرضنا لها، نحن بنحكي عن الحاجات الأولى اللي هي حاجات الأمان، اللي هي حاجات بيولوجية، حاجة إلى السكن، حاجة للمأوى، الحاجة له هو إنه يعيش ضمن عائلة تحبه وهو يكون حاسس بالانتماء لها. فهو الدعم النفسي مجموعة من الاحتياجات، بغض النظر انه كل شخص شو احتياجاته، لانها بتكون مختلفة من شخص لآخر. طب خلينا نحكي عن الفئات المستهدفة. تمام. واللي هي يمكن بحاجة دعم نفسي أكبر أو بيأثر فيها أكثر. خلينا نقول هلأ بحكم الفترة اللي مرقت علينا، هو كان موجه أكثر للأشخاص الناجين من العنف. تمام. ما في فئة هي مختصة أنه بس لإلى الدعم النفسي. نحن بنقول أنه الدعم النفسي يقدم لجميع الأعمار، ولكن بشرط وحيد فقط لطالب الدعم، أو الشخص اللي هو فعلا طالع من أزمة، طالع من صدمة معينة، هو فعلا بحاجة دعم. ممكن نحن نعطي من 4 سنين وطالع، يعني الشخص طالما تعرض لضغط معين أو كارثة أو أي شيء، فهو بتقدم له الدعم النفسي. الأطفال تم التركيز أكثر عليها، لأنه الطفل لما بيكون عايش حياة رتيبة ومنظمة، وفجأة بتجي حدث صادم بغير ترتيب هذا الحياة أو هذا الشيء المنظم، فهذا الشيء بيسبب له ضغط نفسي، إن كان جسدي أو صحة بالصحة النفسية له. فهذا الشيء بخلي الطفل هو أكثر عرضة للتعرض للأزمات والضغوط النفسية. لهيك نحن بنوجه الدعم له. يعني اليوم كان هيك حديثنا الصبح، دائما احنا بالمانجي هيك بنتحدث هيك عن شغلات بتمر بحياتنا اليوميه. عم نلاحظ كثير اشخاص يعني ممكن تتنمر باي شغله على الشخص الثاني، يعني مجرد اذا حط اي شيء، فمجرد للانتقاد دون جدوى، يعني مجرد انه هو حكى طبعا بيكون قد ايه كمان بحاجه انه المراهقين، خلينا نحكي بشكل عام عن على الدعم النفسي ايضا. هدول الاشخاص يلي بتحبط الناس ايضا، قديش مهم انه نحن نوجه بتوجيه معين، انه مو كل حدا حكى كلمه فنحن بدنا نتاثر فيها مصيبه. أكيد. هيك اكيد طبعا اكيد. هلا نحن لما بنشتغل مثلا انه كان في عندنا فقره مثلا تنمر، كيف نحن نخلي هدول الاشخاص اللي بيتنمروا على احيانا التنمر بيوصل تماما، احيانا يعني بتوصل من الممثلين لاشخاص هنن اشخاص فاعلين بالمجتمع، حتى هدول الاشخاص بيتعرضوا للتنمر، ولكن نحن بنشوف انه هدول ما كثير بيتاثروا، ما كثير بيهتموا. احيانا نتيجه تكرار هي القصه، فبتلاقي احيانا انه اضطر يرد،
لذلك نحن لازم انه نعرف مو اي شخص بيحكي كلمه لازم نرد عليه. طبعا في اشخاص ما بتقدر، ولكن بالتعويد انه نحن نعود نفسنا انه نتجاهل هدول الاشخاص، نفكر بطريقه ايجابيه اكثر، حتى لو الكلمه زعجتي حاول اني ما افكر فيها، حاول اني حتى ما اوجه لهذا الشخص نقد، حاول اشتغل كداعمين نفسيين او كاخصائيين نحن نشتغل على هذا الشخص اللي هو عم بيوجه هذا التنمر، انه نحن نعرف ليش شو الاسباب. اكيد نفسية. هو تماما عنده مشاكل او ضغوطات نفسيه، ما عنده توجيه صحيح، ما في اشخاص داعمه لإله، فهو بفرغ بهي الطريقه. لهيك نحن بنحكي كل شخص عنده طريقه تفريغ خاصه فيه. مثلا في اشخاص بترسم، في اشخاص بتغني، في اشخاص بتعيط، في اشخاص بتحكي كثير، في اشخاص بتقول لك انا بعصب فورا. فنحن كل شخص بدنا نعرف طريقته لحتى نحن نساعده حتى يبطل يتنمر. اكيد. يعني خلينا نحكي شوي كلودا كمان، يمكن بيكون في عنا علاقات قريبه، مثلا امك، اخوك، صديقتك المقربه، بتكونوا على ظرف بحاجه للدعم النفسي. هل يختلف الدعم النفسي اول شيء عن الدعم النفسي اللي بيعانوا من صدمات كبيره؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية، كيف ممكن ندعمهم نفسيا؟ كلام، مواقف، يمكن كلمة حلوة تنسيه مثلا شيء. خلينا نحكي عن تقنيات كمان الدعم النفسي. هلا الدعم النفسي بشكل متخصص مثل ما بنحكي، لانه هو شقين، دعم طبيعي ودعم متخصص. الدعم المتخصص اللي احنا بنشتغل عليه لازم انا كداعم يكون عندي قدرة على وضع برامج علاجية وايضا تنفيذ هاي البرامج وتقويم هالبرامج. هلا هل بيختلف من الاشخاص اللي نحن ما بنعرفهم مع الاشخاص اللي ضمن عائلتنا؟ هلا ممكن يختلف لاسباب معينه. هلا مثلا اخت او صديق نحن بنعرف مثلا الاشياء اللي هي بتخليها تطلع من هاي الحاله، تمام. اما الشخص الثاني انا ما بعرف انه هو كيف بيرتاح، او ما بعرف شو الشغلات اللي بتخليه انه هو يفرغ او يطلع من الحاله اللي هي فيها. لهيك نحن بنشتغل مع الشخص اللي ما بنعرفه انه نحن لازم نحط قدامه عده نقاط، تمام، تخليه اول شيء يدرك ذاته، يحدد هو شو بده، يحدد خياراته، وبعدين هو يختار الشيء اللي هو بيرتاح فيه. طبعا هذا بيكون بجلسات متعدده، لانه الجلسه الاولى هي بتكون جلسه فينا نقول تفريغيه، ممكن نحكي عن الشيء، عن الازمه اللي هو متعرض لها، عن الشيء اللي هو صاير معه، وبعدين نحن نبدا بخطط العلاج. طبعا هي بتاخذ وقت وبتختلف من شخص حسب الازمه اللي هو متعرض لها. هلا الضغوط اللي نحن عم نتعرض لها بالحياه اليوميه هي بعض الاحيان انا بشوفها مهمه، يعني الضغط مهم انا بشوفه احيانا، لان في كثير اشخاص ما بتنجز وما بتعمل شيء مهم الا تحت الضغط، تمام. ولكن اذا استمر هذا الضغط لفترات طويله بدون قدره على التفريغ وانه نحن نحاول انه نعمل شيء بنحبه، هذا الشيء بيسبب لنا ازمه نفسيه. لهيك بيختلف من شخص كمان للثاني. يعني ايضا بنواجه اشخاص انه حتى كيف عم تقدروا تبتسموا؟ بدنا نبتسم، يعني اجباري، ما فينا نضل عم نبث طاقة سلبية لانه رح ترجع لنا. فقديش كمان مهم انه معلش احيانا بتفوتي معصبه على الشغل، اذا لقيتي زميلك او زميلتك ابتسم بوجهك ممكن يتعدل هيك نهارك شوي. قديش مهم ايضا هذا الموضوع؟ كثير مهم، وانا بركز عليه صراحه. انا بقول الكلمه هي بتداوي، تمام، وهي بتجرح. فنحن انا كشخص بالحياه اليوميه بركز على كلمتي اكثر، لانه هي لها وقع كثير كبير. انه لما انا بحكي كلمه حلوه افضل من لما اني احكي كلمه سيئه. وانا كثير عندي مقوله خاصه انه نحن اذا ما قدرنا، تمام، نداوي فما نجرح. فخلونا يعني نكون كله طالع، خليها تطلع المنيحه، فهي خليها تطلع المنيحه، لانه هي بتفيد وبتداوي اكثر ما اني احكي الشيء السلبي واجرح الاشخاص اللي موجودين حوالي. لهيك هو شيء كثير مهم، ويا ريت يكون الكل قادر على انه يعمل هذا الشيء ويكون شخص ايجابي. يعني كلودا خلينا نحكي شويه نصايح لكل العالم اللي عم بيعانوا يمكن من صدمات، ضغوطات حياتيه. بتعرفي الظرف اللي عم نعيش فيه صعب على الجميع، ما في حدا مستثنى. فخلينا نحكي شوي عن اهميه اليوم دعم الزوجه لزوجها لاطفالها بظل هالظروف الصعبه. نصايح صغيره ممكن يستفيد منها الكل. هلا ممكن انا كبالعيله فينا نحكي، يعني كأم هلا بتقول لك انه صارت ظروف الحياه صعبه، يعني قد ما عم حاول يعني ما عم بيطلع معي شيء، نحاول نحن نختار الاشياء البسيطه. ممكن يعني مشوار صغير، ولو نحن مثلا ما طلعنا انه ورحنا على مكان، مشوار بسيط، احكي مع اطفالي، خليهم يرسموا، ارسم انا معهم، انزل لتفكيرهم، احكي معهم اكثر. هي الشغلات هي بتخلي الجو ايجابي، بتخلي انه الاطفال
فاعلين. يعني نحن صرنا هلا عم نسمع حتى كلمات من اطفال ما كنا نسمعها، مثلا اوف امتى انا بدي ارتاح، يعني حتى الطفل وصل لمرحله تعب فيها. فنحن لازم نكون قادرين يعني انه نخلي هذا الطفل بعيد عن الجو الضغوط، ما احكي كثير قدامه انه عن المشاكل اليوميه، عن ضغوط الحياه، حاول خلي يعني كل واحد بالفئه العمريه اللي هو فيها، كل واحد عليه مسؤوليات لازم يعرفها، وكل واحد عليه واجبات كمان لازم يعرفها. فبس مو اكثر من هيك يعني. اكيد يطول الحديث لانه اكيد الحديث بيطول كلودا، وخاصه مثل ما قلتي الاطفال بالبيت نحن قدر المستطاع نحتويهم ونفهمهم بشكل شوي هيك مبسط، ما ضروري النقو السق تبع كل يوم دامه. موجود لانه بكل بيت هذا الموضوع. نتشكر كثير وجودك معنا كلودا بنا هيك ان شاء الله، هيك يا رب تكون لنا وقفات بحلقات ثانيه مع مواضيع ثانيه ان شاء الله. شكرا على وجودك. شكرا يا كلودا إليك. وان شاء الله ضحكه ما تغيب لا عن وجهك ولا عن وجه اي حدا، لانه الابتسامه بتخفف شوي من ضغط الحياه القاسيه. شكرا لك. شكرا.